يمكن ابو صالح يذكر، فكما كان في اجتماعات اللي عن طريق الزوم، يعني اتصال بالتليفون، وطلبوا من المشاركه الله يرفع قدرهم، فشاركتهم قصيده ممكن اقولها لكم. قول لا يوقف. عدنا عدنا. روح سم. فكانت عز كورونا، وكانت التقارب، تخبرون هذا الاحترازات والامور هذه. فقلت سبحان من ولف قلوب المواليف، وزجات واليف السحاب المناشي، عسى يكشف ما بنا من صواديف، ويجعل لفيروس الكورونا انكماشي. لطيف يا ربي وخففت تخفيف عيد الفطر، عود علينا انتعاشي، بشايرك هلت علينا مراديف، وقلوبنا فزت فرحها انتعاشي. لمعايد اعزاز وكرام ومواليف، شاشة الجوال تبرد الجاشي، دعان دعيهم ولبيت تشريف، الله يرفع قدركم ينجاشي. الله الله جود تعلى. عد عد استاهلون. دعان داعيهم ولبيت تشريف، الله يرفع قدركم ينجاشي. جود تعلى نايفات المشاريف، والطيب فيكم يا هل الطيب، يا هل الطيب عاشي. شركتكم ما بيننا من تكاليف، سلام ومعايد وبسط النقاشي، الله يسلمكم عسى عيشكم ريف، خوال لعيالي كفو ينجاشي. أهديتكم قصيدتي دون تغليف، تقبلوها ما غشتها الغواشي، مريم تزينها لكم بالزخاريف، عمود داري بنتكم ينجاشي. ويلا عسى الأعياد ترجع مناكيف، خضارها يكسي الدروب افتراشي، خضارها يكسي الدروب افتراشي. الحمد لله صارت الدروب.